الحكومة الإسبانية السيد بيدرو سانشيز ورئيسة المفوضية الأوروبية السيدة أرسولا فون دير لاين قد وصل صباح اليوم إلى نواكشوط في زيارة لبلادنا تدوم يوما واحدا. وقد استقبل الوفد الأوروبي لدى سلم الطائرة بمطار نواكشوط الدولي أم التونسي من قبل فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ول الشيخ الغزواني محاطا بمعالي الوزير الأول السيد محمد ول بلال مسعود والوزير المكلف بديوان رئيس الجمهورية وقائد الأركان الخاصة لرئيس الجمهورية ووالي نواكشوط الغربية ونائب رئيسة جهة نواكشوط والسفير الإسباني لدى بلادنا ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي. كما كان في استقبال الوفد الأوروبي الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية والوزيران المستشارين برئاسة الجمهورية وعدد من أعضاء الحكومة وممثل السلك الدبلوماسي لدى موريتانيا. وصافح رئيس الجمهورية الوفد المرافق لرئيس الحكومة الإسبانية ورئيسة المفوضية الأوروبية قبل أن يجري لقاء بهما على انفراد بالجناح الرئاسي بالمطار.